هذا الجي لا جي وصفت لي نمرة وصفت لي صوصي وخشوها سميتك حلي حلي Perfect, I like that. I really like that. Good. Okay. Okay. Now, seems good. Okay, now we take it out and the pigtail, we need a pigtail. What? Didn't go to the gym last week. From six months ago. You have to go home earlier so you can go to the gym. I have not a lot of. We are. Yeah. Okay. Sir. You have to wear it? Yes. Perfect. I have the white. Perfect. We can put, we can lay it in. Yes, we can leave it in there. If you want, we can put the pressure on there and we can pull back so we see if there's a gradient. Ah, okay. You know? Yes, I know. You can take this one. Okay. Take this one. The wire you can take out. Yeah, Zule git. Now, check. Reject. Okay. Oui. Okay. اليوم قمنا بأول عملية ديال قسطرة ديال الصمام الأبهري دونك هو لا فالف أورتيك. قمنا باستبدال الصمام الأبهري بواحد الصمام جديد عن طريق القسطرة اللي هو واحد عملية ماشي جراحية, هو واحد العملية اللي كنقوموا بها عن طريق الشرايين ديال الفخذ كنطلعوا وكنعملوا العملية كلها. المريض نقدروا نعملوا غير واحد البنج موضعي او يمكن يكون واحد البنج كلي اما جزئي او لا كلي. فهاد الحاله هذه المريض احنا فضلنا نعملوا البنج كلي, ولكن الحمد لله الامور دازت مزيان. وهذه اول مره قمنا بها انا والفريق ديالي وهنا في طنجه, وحنا سعيدين بزاف بالنجاح ديال هذه العمليه هذه, ونتمنوا في القريب العاجل المغاربه كاملين والشماليين ديالنا يستافدوا من هذه العمليه اكثر فاكثر. وحنا خصنا نكونوا مفتخرين بالكفاءه المغربيه اللي عندنا في كل الاطباء الاختصاصيين ولا حتى الممرضين, فهمتي, اللي عندنا في المغرب خصنا نكونوا مفتخرين بهم حيت عندنا الكفاءه ويمكننا نكونوا نزيدوا القدام بهذا الشيء. والحمد لله دابا المواطن الشمالي كيمكن له شحال هذه كان خصو ضروري يمشي للمدن اخرى كالرباط والدار البيضاء, والحمد لله دابا مع المصحه الجديده ديال الامراض القلب والشرايين المريض المغربي يقدر والشمالي يقدر يتعالج في مدينته وحده العائله ديالو. وحنا جد فخورين بالنجاح لهذه العمليه انا والطاقم ديالي, الطاقم ديال الطبيب الانعاش والطاقم الممرضين وحتى الطبيب ديال جراحه الشرايين, والحمد لله الامور كانت على ما يرام. It was a very good result.